ضربة ركنية تنفذ. محمد علي عمر يرسل كرة والكرة في المرمى. هدف أول يسجل عن طريق هداف. إذن هداف العمري ينجح بأن يسجل هدف المباراة الأول لنادي عجمان في كرة أخطأ لاعبي نادي الوحدة في التغطية من خلالها، وبالتالي يتقدم نادي عجمان في هذه الكرة. شوف الكرة العرضية المثالية من محمد علي عمر، والتدخل برأسية أيضا كانت مثالية من هداف العامري اللي ينجح في أن يصل لشباك الوحدة ويسجل هدف المباراة الأول. 1-0. خلف إسماعيل، تغطية خاطئة وفرصة التعديل في كرة. نعم 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 نعم، هدف التعادل يأتي في هذا التوقيت في كرة طبعا غابت فيها غاب فيها التفاهم فيما بين حارس المرمى وبين آخر لاعب أو آخر مدافع، لذلك يستغلها لاعبي نادي الوحدة ويسجلون من خلالها هدف التعادل. شوف هذه أخطاء من الأخطاء البدائية كثير في كرة القدم، من الأخطاء الكارثية في عالم كرة القدم أن لا يكون هنالك تفاهم بين حارس المرمى وبين آخر مدافع، فهذه مشكلة كبيرة. على أي حال، إذن العنابي ينجح. ترسل أمامية والتسديدة، يا الله، راشد سالم ينجح بأن يسجل الهدف الثاني في كرة لم تكن بتلك القوة، لكن ربما كان فيها تركيز كبير من بتسديدة هذا اللاعب وبقدمه. شوف استلامه قبل كل شيء، وبعد ذلك وضع الكرة في الزاوية الصعبة، وأعتقد بأن حارس المرمى يتحمل جزء كبير من مسؤولية دخول هذا الهدف، لأن كان متقدم أساسا خطوتين للأمام، تالي الكرة كانت صعبة. يلا شباب 2-1. إذن كرة بتعود، فرصة خطيرة الآن لصالح الوحدة، فرصة التعادل والكرة في المرمى. العنابي يعدل النتيجة في هذه اللحظات. إذن النتيجة أصبحت 2-2. نجحوا مجددا في العودة بعد كرة غابت فيها التغطية الدفاعية بشكل واضح، وبالتالي استغلها لاعبي نادي الوحدة ليسجلون من خلالها هدف المباراة الثاني، وهو هدف التعادل. ضربة ركنية للعنابي، كرة بتلعب وفرصة الثالث والهدف الثالث يسجل في التوقيت المثالي بالنسبة للعنابي في كرة أعتقد بأن كان فيها تركيز عالي جدا، وبالتالي فرصة هدف كانت محققة وتمكن من أن يترجمها نادي الوحدة لهدف يتقدم من خلال الآن لتصبح النتيجة 3-2. خالد ناصر هو اللي سجل هدف جميل. لقى الآن تمرير كرة إلى الأمام، فرصة ومحاولة، كرة في اليمين خطيرة للعنابي، مرور والهدف الرابع يأتي. الهدف الرابع يأتي وكأننا على موعد مع تكرار سيناريو مباراة الذهاب. ما
هدف رابع يسجل. تراجع المستوى بشكل واضح بالنسبة لفريق نادي عجمان في الشوط الثاني. وهذا ما وهنا هدف خامس يسجل في هذا التوقيت. نعم إذا يتكرر ما حدث تماما في مباراة الفريقين. شوف الأخطاء الدفاعية يعني بطريقة غريبة حقيقة وبروح انهزامية في شوط المباراة الثاني. يلعب نادي عجمان إذن هدف هو الخامس. أعتقد بأن الأمور أصبحت واضحة بشكل كبير جدا لنادي الوحدة. تمريرات هنا فرصة الآن والهدف السادس. لم يكتفي العنابي بخمسة أهداف بل إنه ينجح في أن يسجل هدف هو الهدف السادس في هذه اللحظات. إذن هدف هدف يسجل للوحدة هو السادس.